معك 911 للطوارئ، شناهو الطريق ديك اخويا؟ اسمح لي رانا ما كنسمعكش مزيان. حنا اخويا رحنا غادي للشمال في طريق 125 والكسيره تور ديالنا حصل كزس اولا تويوتا كانوا ديما معروفين بالثقه والسلامه متانه، ولكن واحد النهار في غوشت 2009 وقع واحد الحادث خطير اللي هز الصوره ديال هاد العلامه. مارك سايلر ضابط ديال الشرطه في كاليفورنيا كان كيسوق لكزس او اس 350 مع العائله ديالو، فجأة السيارة بدات كتزيد في السرعة بوحدها، العداد ديال السرعة تقاس وحبس التحكم ديالها، حاول يدير أي حاجة باش أنه يوقف السيارة، ولكن بلا حتى شي فائدة. كنقول لك الكسيراتور ديالنا حاصل، الكسيراتور ديالنا حاصل، حنا غاديين في طريق 125 غادي للشمال. حنا بزنا، حنا فين دايزين؟ حنا دابا راه غاديين 160 كيلومتر ساعة غاديين لميسن جورج ورحنا في المشاكل، عاونونا عتقونا. ما كاينش الفرانات، ما عندناش الفرانات، الفران حاصل، الكسيراتور حاصل. رغم من النداء المستعجل ديال سايلور الحادثه كانت لا مفر منها، السياره طاحت في الحفره وتقتلت العائله كلها. واش ما عندكش الامكانيه باش انك تفراني ولا شي حاجه ولا تطفي الطوموبيله ولا شي حاجه؟ حنايا كنقربوا، راه حنايا كنقربوا، ها حنايا غاديين، حنا دابا داخلين لواحد التقاطع ديال الطرق. دعي والله دعي والله. هاد الحادثة المأساوية خلات الرأي العام يتساءل على الجودة ديال تويوتا واللكسس، وبدات المشاكل كتخرج على السطح. الحكومة الأمريكية طلقات واحد التحقيق كبير وهددوا الشركة باش دير واحد الحملة ديال استرجاع ديال ملايين السيارات. في يناير 2010 تويوتا كانت مضطرة باش تستدعي 3.8 مليون سيارة بسبب الدواسات اللي كيتعوجوا تحت الفرامل، وهذا الشيء كان غير البداية. المشكلة تعقدات حتى لدرجة أن الكونغرس الأمريكي طلب من وكالة ناسا باش تدخل ودير تحقيق. ناس ناسا دخلوا باش يقلبوا على السبب الإلكتروني المحتمل، ولكن بعد 10 شهور ديال البحث خرجوا بالنتيجة أنهم ما لقوا فيها حتى شي دليل على خلل إلكتروني. في الحقيقة كان الخطأ ديال الوكالة اللي ركبات الدواسات بطريقة اللي هي غلطة، وهذا اللي كان السبب الرئيسي في الحادثة. بالنهاية تويوتا ولكزيس كانوا مضطرين باش يدفعوا عشرات المليون ديال الدولار لعائلة سايلور كتعويض، و 1.3 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية. هذه كانت واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ صناعة السيارات، ولكن كيبقى درس كبير على أهمية السلامة والجودة في كل سيارة على الطريق.